يبقى الحدث كحكاية كحكاية. سأحكي لكم حكاية أول سفينة يذكرها التاريخ. سفينة أبحرت في بحر بسعة العالم كله. سفينة مرت سالمة عبر أمواج كالجبال فلم تتحطم بها. سفينة أنقذت البشرية والكائنات الحية من الفناء. سفينة صنعها نبي بعين الله ووحيه، أي بأمره ورعايته، بتصميمه وإشرافه، وهو الله المبدع. فكيف تكون؟ إنها بلا شك أعلى مستوى مما يتخيله البشر من السفن، وأحسنها صنعة وأتمها بناء وأداء. إنها سفينة نبي الله نوح عليه السلام. عاش نوح في قومه 950 عاما يدعوهم لعبادة الله وترك الأصنام. كانت ثمرة جهاده بعد سنين طوال وسعي حثيث متواصل في التبليغ لدعوته لم يكن سوى نفر قليل من المؤمنين، قيل أنهم 80 شخصا فقط. وهذا الأمر يدل على ما كان عليه هذا النبي العظيم نوح عليه السلام من الصبر والاستقامة، بحيث كان معدل ما يبذله من جهد لهداية شخص واحد 10 سنوات تقريبا. ألهم الله نوحا عليه السلام كيف يعد السفينة ومواد بنائها، فبدأ بغرس الشجر وبزرعه، وانتظر حتى يكبر الشجر ليأخذ منه ألواح الخشب اللازم لبناء السفينة. وأخذ يباشر صنع السفينة ويربط أجزاءها بالمسامير حتى صار سفينة ضخمة ذات طبقات. تقول بعض التفاسير أن الله أنبت له شجرة 100 عام، فنجراها نوح 100 عام أخرى. كانت سفينة عظيمة الطول والارتفاع والمتانة، وقد اختلف المفسرون في حجمها وهيئتها وعدد طبقاتها ومدة عملها والمكان الذي عملت فيه ومقدار طولها وعرضها. فقيل أن طول السفينة كان 1200 ذراع، وعرضها كان 600 ذراع، وكل ذراع يعادل 0.5 متر تقريبا، والله أعلم. وتروي التفاصيل أن نوحا عليه السلام أعد صناديق وأقفاصا كثيرة ليضع فيها مختلف أنواع الطيور والحيوانات الأليفة، ويودع بها ما يلزم من مؤن ومتاع لمن كان معه على السفينة. كان الملأ من قوم نوح والأشراف يسخرون من نوح وعمله، فمنهم من يقول حسنا تصنع السفينة، فينبغي أن تصنع لها بحرا، أرأيت إنسانا عاقلا يصنع سفينة على اليابسة؟ ومنهم من يقول يا نوح يبدو أن دعوة النبوة لم تنفع وصرت بالنجار الآخر الأمر. ومنهم من يقول واها هل هذه السفينة العظيمة كان بإمكانك يا نوح أن تصنع أصغر منها ليمكنك سحبها إلى البحر. ومنهم من يقول تأملوا الرجل العجوز وتفرجوا عليه كيف انتهى به الأمر، الآن ندرك أن الحق معنا حيث لم نؤمن بكلامه، فهو لا يملك عقلا صحيحا. وكان نوح عليه السلام لا يكترث بكلمات هؤلاء الذين راضوا على أنفسهم وعميت قلوبهم. وانتهى صنع السفينة. جلس نوح ينتظر أمر الله. أوحى الله إلى نوح أنه إذا فارت التنور هذه علامة على بدء الطوفان. قيل في تفسير التنور أنه بركان في المنطقة، وقيل أنه الفرن الكائن في بيت نوح، إذا خرج منه الماء وفار كان هذا أمرا لنوح
بالتحرك. وحين رأوا أن سطح الماء ارتفع من تحت الأرض وأخذ يفور من داخل التنور، علموا أن أمرا مهما قد حدث، وأنه قد ظهر في التكوين أمر خطير. كان ذلك علامة لنوح عليه السلام وأصحابه أن ينهضوا ويتهيأوا. وجاء اليوم الرهيب، فار التنور وأسرع نوح يفتح سفينته ويدعو المؤمنين. هبط جبريل عليه السلام إلى الأرض، حمل نوح إلى السفينة من كل حيوان وطير ووحش، زوجين اثنين، بقرة وثورا، فيلا وفيلة، عصفورا وعصفور، نمرا ونمرة، إلى آخر المخلوقات. وساق جبريل عليه السلام أمامه من كل زوجين اثنين لضمان بقاء نوع الحيوان والطير على الأرض. وهذا معناه أن الطوفان أغرق الأرض كلها، فلولا ذلك ما كان هناك معنى لحمل هذه الأنواع من الحيوانات والطير. وبدأ صعود السفينة، صعدت الحيوانات والوحوش والطيور، وصعد من آمن بنوح وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. هذه الآية تشير إلى أن امرأة نوح وابنه كنعان قد قطع علاقتهما بنوح على إثر انحرافهما وتآمرهما مع المجرمين، فلم يكن لهم حق في ركوب السفينة ليكون من الناجين، لأن الشرط الأول للركوب كان هو الإيمان. وأخيرا حانت اللحظة الحاسمة، إذ صدر الأمر الإلهي فتلبدت السماء بالغيوم وكأنها قطع الليل المظلم، وتراكم بعضها على بعض بشكل لم يسبق له مثيل، وتتابعت أصوات الرعد وومضات البرق في السماء كلها تخبر عن حادثة مهولة ومرعبة جدا. شرع المطر وتوالى مسرعا منهمرا أكثر فأكثر فأكثر، وكما يصفه القرآن في سورة القمر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ومن جهة أخرى ارتفعت المياه الجوفية بصورة رهيبة، بحيث تفجرت عيون المياه من كل مكان، وهكذا اتصلت مياه الأرض بمياه السماء، فلم يبقى جبل ولا واد إلا واستوعبه الماء، وصار بحرا محيطا خضما من الأمواج. أما الأمواج فكانت على إثر الرياح الشديدة تتلاطم وتغدو كالجبال. قيل أن الأمطار انهالت 40 يوما، وكان الطوفان يزداد حتى غمرت المياه الجبال. أما السفينة فطافت فوق المياه، واستمر الطوفان استمر يحمل سفينة نوح بعد ساعات من بدايته. كانت كل عين تطرف على الأرض قد هلكت غرقا، لم يعد باقيا من الحياة والأحياء غير هذا الجزء الخشبي من سفينة نوح، وهو ينطوي على الخلاصة المؤمنة من أهل الأرض وأنواع الحيوانات والطيور التي اختيرت بعناية. وبعد فترة غير معلومة صدر الأمر الإلهي بانتهاء العقاب وأن ترجع الأرض إلى حالتها الطبيعية. صدر الأمر للأرض أن تبلع الماء، وصدر الأمر للسماء أن لا تمطري، ونزل الماء في جوف الأرض. انتهى حكم الله واستقرت السفينة على طرف جبل الجودي، الذي قيل أنه جبل قرب الموصل، أو هو جبل في حدود الشام أو شمال العراق. وانتهى عقاب الله، وانتهى دور السفينة، وقضى الطوفان على الكافرون. وصدق أو لا تصدق. Thank you.